هاي السلام عليكم يا حاج، اش احوالك؟ هاي ربي يعينك. هاتك الرويس، سنبوسك الرويس يا حاج. يا ولد الويف اش قابل؟ والله اش احوالك يا حاج؟ راني نخاف منها، بوسان الراس هذا يخاف منه. لا 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 وسع بالك. بوس بوس وعلق يعجبك. نجمو نقعدوا شويه بحذاك. اقعد اقعد. اسمعني نقول لك من تو ما ضبطاش. كانك هكا الممثل التجاري ومش تحل في العريض وعندي برفا وكذا، راني لاحظت برفا لاحظت حتى شيء. لا 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 ما عندناش برفا، ما عندناش برفا، اما عندي حاجه اوفح من البرفا يا حاج. عندك حاجه اوفح؟ شنو هي الحاجه الاوفح من البرفا؟ ايوه. اسمعني وركز معايا بشويه، مش اخذ من وقتك شويه. ان شاء الله خير. فيت انا عندي البرويت اللي عشان نجيب عليها الوسخ. يا سيدي. شد يا سيدي. شنو هي؟ هذه قائمه. قائمه سميره. شنو؟ قائمة سمير هذيك. قائمة شنو يا سمير هذي؟ وانا سمير قائم. يا حاج ما تخافش، ماهوش حزب، ماهوش حزب. قائمة مستقلة. قائمة مستقلة اسمها سميرة. ترتكز على المشاريع الكبيرة ونشر التنمية بالمناطق الصغيرة. كبك 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 على سميرة. يطلع منها سميرة. شوف البرنامج بتاعنا واقرأ تأمل. يا ودي سميرة وين؟ سميرة وين هي؟ عاش ما تجيش بروحها، تدور بروحها قائمتها وتوقف بروحها على قائمتها. يا حاج ما تدخلوهاش بعضها، راهي الخدمه، انتم ما تعرفوش السياسه. القائمه اسمها سميره، هي ما مدخلها شيء، احنا مش نركزوا على نشر التنميه في المناطق الصغيره. هي وسميره من هي؟ يا ود ايش عندنا في سميره حاجه؟ قلت لك اسم القائمه. اسم القائمه سميره. ما توجعليش راسي. خليني راك توريك على المرور، قسما العظم. ما تقوليش من هي سميره، ني مانيش نسمعك، وما تحكي لها حتى برنامج. خليني بالبرويته بتاعك. تشبك شديت في سميرة يا حاج؟ يا حاج شعلنا في سميرة تو خل نقنعك بالبرنامج، فاهمك البرنامج شاد صحيح تو في منه سميرة تو البرنامج هذا بتاع سميرة هو يا ودي تو القائمة اسمها سميرة. من هي سميرة؟ الله مصلي على النبي، رئيس القائمة. سيدي تحب تعرف من هي سميرة؟ هي رئيس القائمة، وريها لي كان عندك، وري تصويرتها. بس شوية ساعة ما هيش موجودة تصويرتها، ما هيش مترشح رئيس القائمة. رئيس القائمة صاحب واحدة اسمها سميرة، فهمتش تو؟ حاط باسمها القائمة يحبها. أيوه. إيش عندنا في هذا تو؟ مش هذا إيش كيف؟ كيفاش رئيس القائمة تو صاحب سميرة؟ يروح يعمل بها قائمة. إي موش حاطها في القائمة هو، فهمت؟ ما تجيش هكا، ما تجيش هكا تو سميرة مش قائمة، كيفاش كيفاش تجي؟ ما تجي. تو مش تفهمني ولا مش تفهمني؟ أنت ماكش قاعد تفهم فيه. ماكش قاعد تفهم فيه. يا ودي أنا قلت لك أنت تعرف السياسة، تتعلقوا على السياسة. وريها لي سميرة، وريها لي في القائمة، نشوف وجهها. يا اخي كيفاش باش نقيمها هنا؟ كيفاش باش نشوف البرنامج من غير ما نشوفها؟ كيفاش باش نصوت لها؟ اذا ما منطق راه عادي. ماهيش مترشحه يا حاج، ماهيش مترشحه، ماهيش مترشحه، اسم القائمه سميره، هاني فهمت. خليني نفهمك البرنامج هنا. خليني نفهمك. ودي هنا راني من نجم نحكم على البرنامج ما نشوف سميره ونقيم البرنامج نتاعها، قلت نجم نقول لك تصوت ولا ما نصوتش معاكم ولا مش معاكم. بعد نوريها لك سميره، والله كان نلقى تصويرتها في الفيسبوك تو نوريها لك. خليني نفهمك انا البرنامج باش تقتنع بالبرنامج انت. ودي قسما عظما لا نتفاهم حتى شيء، باهي هكا مانيش فاهم حتى شيء. نتجاوزوا الاسم يا حاج. يا ودي وريني سميره نعرف شو. يوريني خل نشوفها. ها تو نلوج لك عليها، ماهيش موجوده هي في القائمه، مش موجوده. انا مالك كيفاش؟ نحب نفهمك البرنامج الاول ومن بعد تو نرجع نوريها لك. تو مش قلت لي عامله قائمه؟ كيفاش دخلتني بعدي تو؟ يا ودي قائمه اسمها سميره، كيما نقولوا اثاث مبروكه، ما نقولوا ما عرفش انا حاجه اسمها مبروك. قائمه سميره مسعود، اثاث مسعود، ريستورون با مبروك. هي في القائمة تو. هي اسمها القائمة، اسمها سميرة، نتجاوزوا سميرة، خلنا نشرح لك البرنامج بتاعنا بالتفصيل من شو، تبعني باش نشرح لك البرنامج. هذا أنا برنامج تشرح، نقول له سميرة هو يقول لي برنامج، يا ودي فهمني حتى برنامج. البرنامج بتاعي نشوف سميرة ونركز مخي ونعمل كويستين ونركح الطاسة تو نقول لك يا معاكم يا مانيش معاك، علاش تطول فيها علي؟ وريني سميرة. هات نوريها لك تو كان لقى تصويرتها في الفيسبوك، هم فاهمك البرنامج يا هذا اللي مشيح لي ريق اليوم. يا ودي والله كان لقى تصويرتها تو نوريك، هم فاهمك البرنامج. يا اخي كيفاش قايم قايم ما تعرفوا تصويرتها ما تعرفوا ياك، تو هذا حديث ما لقيتش اش مجيبك انت، ما تعرفش اش مجيب. خلينا نركزوا على البرنامج يا حاج. انت هرجه فيك، والله هرجه فيك. اخي ما فاهمك البرنامج ومن بعد تو نوريك. تو بالله انت فهمني، فهمت حاج. تو ثم مازال الشعب يصوت على البرنامج. ثم ناس صوت على البرنامج، ايش باقي تخلوا لوحدك؟ ما وفهم البرنامج. انا برنامج، ما عاد حتى حد يتبع البرنامج، ما عاد حتى واحد يهمه في البرنامج، يا رسول الله الباجي للميت الله يرحمه، وهني ما فهمناش البرنامج بتاعه، وانت شادي في البرنامج؟ شنو عاد تقول؟ احنا ما نخدموش هكاكا في المحمود، احنا غايتنا نخدموا تونس. يا وذيوه، يا محسوب كان انتم غايتكم تخدموا تونس، الناس الكل يقولوا فيه. اللي هذا يجي يقول لك احنا غايتنا نخدموا تونس، احنا غايتنا نخدموا تونس، وسميره مش تخدم معاكم تونس. يا
يا ودي شعلنا في سميرة يا حاج، والنهار مبروك على سميرة. صواب عيديك مش كيف كيف، احنا رانا مش نحاربوا الفساد بالفم والملاء. وخص تفهم فيا، حاربوا الفساد حتى مفسود ما عاد يدور في البلاد، مش نقضوا على الفساد. جملة جملة وتفصيل. ويه سميرة معاكم بتقضي على الفساد؟ يا الله ينهار على سميرة يا حاج. اسم القائمة، اسم القائمة سميرة. ليش اديت الفرايس القائمة؟ توري هاي القائمة تدرك في الورق، وري هاي القائمة. هذه القائمة يا ودي، هاني ما اديت لك القائمة. تو هذا حاطين رئيس قائمة، تو هذا يا شايف فوق 70، ها مش كبير برشا، مش كبير برشا، مش كبير. هذا تو شاف الفساد، تو شاف الفساد، تو هذا ها تو مش اقضوا على الفساد. غام خير شفناها تو، وخير ما نشوفوه الجملة. دكتور بالله يا رسول الله، واحد كما هذا 70 سنة ومصاحب سميرة، ها شنو منه؟ تو نحب نفهم حاجة، هو كمصاحب سميرة وعامل لها قائمة، شاركنا شاورنا تتكلم معاه، شاورنا فاش مش شارك، ولا يحب نشاركوه في القائمه وفي سميره ما نشاركوش؟ شد عليك هذا حديث يا حال، تو فاهم تو نفهم فيك في البرنامج، وشديتها لي في سميره. يا ولدي ما حشدني حد بسميره، وريني سميره. تو شادها في سميره، شادها هاي سميره، وري لي سميره هذه ترى، هاي سميره عامل لها قائمه وعامل. هاي سميره شنو هذه؟ هاي كلبه هذه، هاي شنو هذه كم صاحبها لل... هذه يا سميره الكلبه بتاع القائمه، هاي واسع بالك وفهمني، هذه الكلبة والله تعز عليه رئيس القائمة أكثر من البشر، لا بد وتحبها ويموت عليها، عمل لها قائمة الكلبة أنت عملها، أشكون يسأل عنده فلوس؟ والله الحق فيني والحق فيك أنت والحق في الناس اللي تصوت له، والله العظيم تاكم ولا صوت على الكلاب وجاي مغادي وتعيط. اسم القائمة سميرة على اسم الكلبة بتاعها. ايه سميرة شكون؟ ما سميرة الكلبة. وهكا هي الكلبة بتاعها. هي كلبتي مش تقعد ولا؟ يحب يعمل الكلبة قائمة شو؟ يعمل قائمة، الحق فينا هنا اللي نتبعوا فيه، وانت اللي تجرك الكلب تبع من بلاصة لبلاصة. وقائم سميرة هي برا عاد، برا لنا ديك المحطمة برا. شكون؟ محطمة هذه الكلبة بتاعها مش سميرة هذه. أنا محطمة. يا محطمة. لا لا يا محطمة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشب من المرة عندي يا رسول الله، من المرة يكمل رمضان مضربها نرزاها في راس. طب معناها كان ما فكتش وحدي نتعدى للصبح نياكاك الزهر يا زهر يا زهر. الحمد لله عليك، كيف زيد؟ جا رب علاش ما تفيقينيش؟ علاش ما فيقتيش؟ ليش عملت لك؟ يا شبك شتو؟ من باكلو ني ماشي جاي عليك مفيق فيك مفيق فيك وش انت تتمقط هكا كلاصتيك ولا تحب تفزها؟ شنو عمل لك ني؟ انت فيقتيني؟ هي من عليك ذب عليك؟ والله انت فيقتي، شبيني هذا كل ميت ما نفيقش؟ زايد لحديث رمضان ولا فيه تعرفش كيفاه؟ برا انت راك حمرك وبرا مشي للجامع مثلا، انا حضرت العشاء. اش طيب تحشي؟ ماني قلت لك ني شربه وشوية سلطه بشويه. سلطه بشويه؟ طب بالله جاديتينا بسلطه ومشويه، راك تعرف الفلفل والطماطم مش توفيها. اش بيك يا مراه؟ كملوا تهنا وفوهم كملوا احنا الناس الكل. كان بعدك يا لالا شدت لي في السلطه المشويه ماكش مسيبتها. تيتيرات الطرف الفلفل تعملي بها وطرف الطماطم تعملي بها فاكس تحلنا ذاك نتاع السلطه المشويه هذاك ب 9000 يتكلف يا لالا تم في بالكش. باهي بارك لك عبد الطم، بارك لك عبد الطم. مر زاد يرحمك الرحمن، اكمل حتى هو. هذا انت هاك ماكش في الجامع،
جيب لنا معاك كعبتين مغادي. كمل كمل. شوف انت كيفاش جايب لك رطل يا رسول الله. رطل يا زهره، تو عندنا 10 ايام في رمضان، رطل وفيديه. يا اخي ما بالكش الكيلو قداش يخدم. الكيلو ب 15000، كيلو التمر راه ب 15000. لا حول ولا قوة الا بالله. ما قارش بك يا اخي، ما عندكش زادة تو. تبذير اللي عندك ما لا تشعل. يا اش بك شمال التبذير نتاعك؟ تحني في النار ناخذ كعبة وكعبتين، هذيك هي الحكاية. وزيد تهن، قال لك هو التمر باش رخاص تو كي. الكيلو باش يولي ب 3900. شنو؟ الكيلو التمر قال لك شو يولي ب 3900. لا لا يا غافلة. كيلو البنان هذاك باش يولي ب 3900، البنان مش التمر، ثبتي روحك. نهار مبروك البنان يا رسول الله، يا رسول الله في هالبلاد ما عادش فاهم شيء. معناتها تحب تقولي انت تمر من هني من تونس بتاع تونس اللي يجيبوا فيه الكيلو ب 15، والبنان يجيبوا فيه من النرويج غادي. الكيلو ب 4000 فرنك. اي يجيبوا فيه من النرويج مو غادي، اي نعم يجيبوا فيه غادي من النرويج يجيبوا فيه البنان. اللي تحب الحق نتاع ربي، شو اللي خلينا نعمل على روحي؟ نكمل مكتوب ولد عمي من فرنسا يجيب لي فيدا مغادي طرف تمر وتطلع ارخص من هني. لا لا باهي بركة باهي. باري باري يا زاو، خلنا نخلطو على المغرب. باري باري خلنا نخلطو على المغرب. اص 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 تسمع يا زاو؟ نسمع. تسمع ولا؟ شي نسمع شنو يا هذا؟ وقفي. وين الاذان هذا؟ مالك العادة حتى على التلفزة الوطنية شنو وين؟ عجب. أوخ يا أخي تعدى أنا في الطويل وما فقنيش. أوخ ليه؟ ما أقول الصلاة خير من النوم. ماك تسمعي؟ نهار مبروك. هذا كل كيف ما فقنيش؟ ليش بينا احنا من أهل الكهف؟ الله الحق، الواحد ما عاد فاهم حد شيء في البلاد هذه، ما عاد فاهم حد شيء لي. مش عارف تو يا المغرب خلطت على الفجر، يا الفجر خالط على المغرب، مانيش عارف كيفاش تو. والله لا عاد تستغرب شيء راهو نقولك. ماكش رمضان نحو. فهمت كيفاش رمضان ينحوها يا زاوت؟ هذه خير طلعه رمضان ينحوها. زعم المفتي تعدى طول للعيد. ولا كيفاش تو هذه في الاذان بتاع المغرب فيها الصلاة خير من النوم. والله شيء اخر ما زلت تفهم حاجة تو. خويا نيرة ما فهمت شيء. وانت تدري انت بالك عاملينها جديدة. زعم عاملينها جديدة؟ لا ما نصورش ما نصورش. اما تقوليش باكش هذه المفاجأة اللي قال عليها الشاهد في رمضان. ما تستغربيش لا، والله تستغربها يا زاوت. اسمعي شوي خلطوا لي بالشباك على 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 الدنيا البرة. تو نقول لك، تو نقول لك مغرب ولا فجر. لا والله لا عاد تفهم حد شيء. تو هذا فجر عاتي على المغرب، ولا هو كاين المغرب عاتي على الفجر. كخرتني كخرتني الحكايه هذه. لا راحت كخرت. شنو هي صارت خير من النوم؟ خويا وانت تدري بكش التلفزه غلطين، بكش جماعه مرة مضنين رمضان راه. هذا خير طلع تو. شنو قلت وزع؟ شنو قلت؟ طول ما اللي فات قلت وجابوا واحد يهني في رمضان بالزين. استغفر الله العظيم، يهني في الزين برمضان وطويك غلط طول تعدى للفجر. كيفاش هك تو جيب لك مش تكوخرونا تو ولا شنو؟ واخذي بالك المغرب تسرق. شنو المغرب تسرق؟ لا لا ما نصورش الحكايه هذه، ما نصورش وما نصورش. تحب الحق ما نصورش. الوطنيه باش تغلط. اش بيك؟ القناه الوطنيه نتاع الشعب مش تغلط. زعما تغلش فيك تنح المغرب. ما نصور ما نصورش. هم مش بالكش يخلونا زعما نهارين نصوم باش نشرب بعضهم نهارين. هذا يكون جرتك. جرتك كان فايق ديني من الاول. راه ما صارش هذا يكون ليك. اما انت خليتينا راقد بالنوم لين تعدينا في الطول للفجر. باهي هكا تو. زعما نجمو تو نستحروا بك الشربه. اسكت اسكت على روحك، هذاكش مزيان. بعد الاذان النقار باش يتصح. الله غالب هكا هو قريب نتعدوا في الطويل. نين نقول لك حاجه من هناك صابت العشية من هناك واتكيت هكا طريب خذتني عيني قريب التعدى في الطويل. اوه 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 بس تيتي كانت تعدى في الطويل تحرق العشية وتشعل فيها النار وما نفزوش ما ترسي الضر يشعلت فيها النار. كيما قلت والله كان هذا راه تحرق العشية. زاهم شني ماك شمي باش نشم زاد ريحة الشياط. شياط منين جاي الشياط؟ عجبتي ريحة الشياط مش فخرية تو ريحة الشياط تكوخ. شنو ريحة الشياط منين جاية؟ الشياط هذاك تعرف منين جاي؟ جاي من التلفزة، من التلفزة الوطنية. الشياط جاي من التلفزة الوطنية؟ إي عجبتي. جاي منا الشياط من الكوجينة كاين. منين الشياط جاي من الكوجينة؟ عجبتي. زاو العشية فوق القياس. تقول العشية تحرق. الراتع زينة يا زاو.